يا ربي نكون عا كنحلم. بكل صراحة وروح رياضية، تقول لي اش كنا احسن يوتيوبر؟ غنقول لك ولد الشرقي، ما تلقاش بحالو في شي بلاصة. السيد راه اسطورة ديال الافلام القصيرة. وبالنسبة للناس اللي ما كتعرفش شكون هو ولد الشرقي، ولد الشرقي هو بطل العالم في رياضة التفرشيخ. Harmanım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. ودابا انت غتخيل معايا الصات نتفليكس اللي هي شركه كبيره وما قدراتش تدوي مع ولد الشرقي، حيت اش الا جا عنده البي دي جي ديال نتفليكس راه غيهز من ديك الهزه ديالو العجيبه. اه وين صافي معول عليكم انايا غتحضروا لي في 24 ساعه ان شاء الله. خونا غسام ابو ولد الشرقي قال لك بغى يحضروا في 24 ساعه، انت واش كتسحب راسك باغي توجد بسطيله ديال الدجاج؟ صافي انا معول عليكم، واش ما كان انا بينا كان تليفوني راه شنو غير نتصل بكم. كوميسير للجنين مزيان الحمد لله، عاود رجع عناصر مزيانه من الداخليه قبل الشرقي يخرجوا لي، ولكن انا ما تيقش فيهم بغيت تراقبوا من اللور. كيفاش تراقبوا من اللور؟ اش هاد المصطلحات زعما؟ راه كنا كنحترموكم. سلام السلام تعود الشرقي. اه هو كلمة السر مالك ما تيقش فيها هو البوق جيت السو بابلو اسكوبار وما عندوش كلمة السر، ولد الشرقي عنده كلمة السر وعنده رسالة مشفرة في راسه. من صباح وانتم كلمة السر الحالة وما عرفت شناهو. اخونا يسحب لينا غير عنده شي تيمساح مخبي تما، الساعة هادشي كامل على ود 5 دراهم ديال السكر كلاصي، وكون جيتي غير عندي انا نعطيه لك بلا كلمة السر بلا صداع الراس. تنقول لك السلعة مزيانة السلعة مزيانة. الله يجيب الشفاء. السلعة كاملة هنايا. كاملة شنو؟ حي السير الله معاك. عاودوا لي عليك ما تخافش عليك. Run. بكل صراحة المغاربة أكبر شعب حطاي وبرقاق، وشوف دابا أنت واحد ضرب عليهم من التحت كان غادي يصحى سلام ويوقف، تقول ما عمرو ما شاف بنادم كيجري في حياته، وهاد النوع سبحان الله هو اللي كتلقاه واقف كيتفرج في كاميو كيخوي الرملة. هاد الافلام القصيره علام زعما كميه الذكاء اللي عند هاد الناس ديالهم بوحدهم. ودابا تخيل معايا انت من الصباح وانت تتابعوا الحاله وفي الاخر وقف كيتسنى حتى يطلع على خاطره ترى ولد الشرقي تبارك الله عليك، والسيد واقف كيشجع فيه تما باش يخليه حتى يطلع ويعاود يتبعوه ثاني. شحال مكلخ كيدير. هذا مالو داير ليه الصابون البلدي؟ زلق وعاود زلق، وكون ما داش الله كان غيزيد يزلق عاوتاني باش يستافد من عرض نجمة ثلاثة روشارج ثلاثة المرات. ايه غير بشوية عليك ما مزروبينش حنايا عندك غطيح، ومالك اخويا معذب ومالك على حالتك؟ كانوا يكريو لك سلوم اخويا غير بسبعين درهم. هذا راه ما شربش الحليب في صغره، بحال تقول السيد مشارك في بطولة ديال السباحة الوطنية كيسحب راسو تلاح في بلونجوار وعجباتو القيلولة تما. نيني يا مومو حتى يطيب عشانا، وهز رجليه السما بحال كيشهد برجليه. انت بعدا بالخصوص ما خصكش تدوي، خاصك تسكت، ومن الأحسن كاع تمشي ترجع دير القيلولة اللي كنتي دايرها قبيلة. ما تفهميش انا بغالط. هو قال لك اش هادشي غير اش هادشي، والسيده بقى واش ما كتفرجش في المسلسلات بزاف قالت ليه ما تفهمنيش غلط نو سي با بوسيبل حقوق المراه كيف المراه كيف الراجل نو سي با نو سي با سي با كوم سا نو. راه هو قال لك غير اش هادشي، قولي ليه الغبره. بغيت نقول سكار كلاسي ما كاين لا سيراج لا والو، هو اصلا عنده مصنع ديال السيراج في فمه، وتيقولوا لك من الحالات ديال كورونا غير كيتزادوا وبنادم دغيا كيتعادى. ماشي
ولله ولله شاف ماشي ديالي باش انا اللي احترم ماشي ديالي انا سكوت سكوت شويه قالك ماشي ديالي وانت اللي سكوت الناس كلها قبيله تلاحت ومشات وانت تنشرتي تما بحال باغي تبرونزا راه ماشي ديالي صديقي العزيز ما عمري في حياتي ما شفت سعودي ولاباس عليه ولابس بانطوفة ديال 40 درهم الله يحفظك يا شمس الدين اراني داك الصابو اليوم ما بدي اقراص انا اليوم بدي الحجر اراني ندلك البارو زيد بدي الحجر عندي واحد خوادريه باغي نصيفطها عندك انا نسوي لك كلشي نسوي لي دماغي نسوي لك كلشي انت خلاص روح 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 انت والشيفور يا بلا الخانز صافي السيد غشد الفلوس ويتسيف عليه دار راسو ما كيعرفوش دابا انا هذا خصك تعطيني المتصل باغي نجيبو انا هذاك راه غير مشكل انا فاش غادي نعيط عليك هذا باغي ليا ما شكيت بالصحان انا باغي نعيط عليه الشاف كيجي كيبيع لي المراه هذه الفضيه انا ما بغيتش نكون هاد الصوت الشاف راه عنده هذا الشاف حنا ما طحناش عليك من السماء هيا هيا العلاوي تا هو قال لك يقرم عليا في عباد الله المشكله ما فيه حتى 20 غرام ديال الكالسيوم السيد راه عنده هشاشه في العظام وما عمري في حياتي ما شفت شي كوميسار عنده كيسان والالقاب هذا راه ما بقاش كوميسار هذا راه ولا غوارديولا ما كوميسار واش هادشي شريف واش حنا غنبقاو هو السيد ديما غيبقى يدير لنا المسائل هذه علاش ما كتيتوش على هذا واش خرج ديالنا بحال الا خرجتي ليه زعما انت هو ريكو فيرهوفن غتخرج ليه انت راه غيهزك عن طريق الهزه العجيبه ديال ولد الشرقي هكا ما يحفظك قايد ليا المرشد هاني قايد ليا المرشد خاصك شي حاجه عيطي لي لا دكيت بارك الله هذا ولد الشرقي قال لها قايدي لي نمرتك وعيطي ليا كيفاش درتي لها اس محمد راه هي قيدات لك نمرتها انت اللي خصك تعيط ليها هذا راه بلي اطراش عليه الريحه ديال الشيخ ابو بانطوفا علاه شوف اش كيدير فيها يا ربي السلامه بحال باغي يديرها في شي ساندويتش مع الحار والزيتون والفريج ويديها مع اون بورتي للدار قلت المغرب بكرت لي هادي هذا راه كيتحدى قوانين الجاذبيه بعد هذاك خونا الاخر راه صيفطو يتفورماطا في درب غلف المهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو تابونوا وفعل زر الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد وتهلا That's alright, hush.